اخواتي اخواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مره ثانيه في قناتي المتواضعه، قناه مساكي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفكره كيفاش تصايبوا المخطاف. المخطاف هو هذاك الابره والخيط داك اللي كنشدوا به في البياسه ملي كانوا كنخدموا، ملي نكونوا كنخدموها كيعرفوها صحاب الخياطه باليد. المهم باش نصايبوا مخطاف كنشدوا ابره عاديه بحال هذه، ابره عاديه وكنشدوها بواحد لقط مثلا بحال هكا، ياكو كنشدو بحال هكا ونديروها فوق البوطه فوق العافيه ونحرقوها مزيان حتى كتحمر مزيان، وكنخليوها نفزكوها في الماء ونجيبوها وكنقلبوها من هذه البلاصه باش ما كتهرش. كنقلبوها بحال هكا بحال دابا، هذه ها هي الابره هذه راني حرقتها مزيان، وكنقلبوها هاد الجهه كنسدوها مزيان بحال هكا، وهاد الجهه هادي كنقلبوها غير واحد الشويه باش كتبقى تشدنا في الثوب اولا في البياسه اللي كنخدمو. كنجيب واحد المورسو ديال ولا واحد الطرف ديال السفيفه كنجيبو بحال هكا، كندخلو هاد البياسه هاد الابره هادي هنا في الوسط هكا، نجبدوها من هنا ونخرجو هاد الجنب هنا بحال الطريقه. كنجيب واحد الخيط والابره ونستعملوا نفس البياسه اللي سبق وهضرنا عليها في الفيديو اللي فات. ناخذوا الخيط ديالنا نعمروا الخيط في الابره نحاولوا نجمعوا هاد البياسه من هاد السفيفه ديالنا من الجنب باش ما تحيدش الابره من بلاصتها بهذه الطريقه. نديروا لها بحال واحد لوغلي باش كتبقى مثبته بحال هكا. انا غادي نحاول نخيط معكم بسرعه شويه باش ما يكونش الفيديو طويل. صافي نثبتوها من هذا الجهه وكذلك نثبتوها من الجهه الاخرى، ماشي ضروري الخيط في نفس اللون، المهم غير باش تكون الخدمه متقونه. طريقه سهله ودغيا كتوجد وغتخدم تقدر تنفعنا في البياسات اللي كنخدمو كاملين بلا مشاكل وبلا ما نبقاو نطلبوا شي حد اللي يجي يشد لينا عاد نخدمو. يعني بهذه الطريقه ان شاء الله دابا غنكونو سالينا. ها هو المخطف ديالنا، ها هو دابا هانتوما اخواتي، ها هو المخطف اللي عدلنا كيجي بهذا الشكل هذا. البلاصه هذه كنخيطوها وهاد البلاصه هي اللي كنشدو في البياسه ديالنا اللي كنخدمو بها. باش نوريكم التطبيق كيفاش كنخدمو بها، كنعملو بحال هكا. عندي هاد المخده هذه راه ثقيله، كنخدموا بها المكرامي ونخدموا بها نشدوا بها البياسات ديالنا. اذا بغيتوا الفيديو كيفاش كنصايبوا المخده ان شاء الله شي نهار نصايبوا لكم، خليوها لي في التعاليق. المهم كنعملوا بحال هكا صافي، كنشدوا البياسه ديالنا. عندي انا هنا واحد الفراشه ديال بنتي، المهم غادي نوريكم الطريقه ديال الخدمه فيها. مثلا هذه السفيفه، ها هي السفيفه. المهم اذا بغيت نخدم اش كندير، كنشد هذا المخطف وكنشد فيه البياسه ديالي بهذه الطريقه هكا صافي، وكنجي بحال هكا وكنبدا الخدمه ديالي. نجيبو الطراسم هكا، بسم الله، وكنبدا. يعني
بلا ما نحتاجوا شي حد انه بلا ما نحتاجوا شي حد انه يشدنا في الثوب مثلا باش حنا نخيطوا. هذا المخطف هذا هو كيساعدنا وهو كيعاوننا ويشدنا ونسربيو راسنا دغيا ونخدمو بطريقه سهله ومبسطه. هانتوما كتشوفوا هانتوما بحال كانه شي حد شد معاكم. ها صافي. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وتطبقوا هذا، وخصوصا الناس اللي كتخيط باليد. هذا المخطف هذا خاص الناس اللي كتخدم الخدمه ديال اليد بحال الطريقه. هانتوما هانتوما اخواتي كما قلت لكم هانتوما، يعني بحال كانه شي حد كيشد معاكم. هانتوما يعني هذا المخطف راه عنده دور كبير كبير بزاف في الخدمه ديال اليد. ان شاء الله يكون في الفيديو ديال اليوم فادكم، ونتمنى ان شاء الله تطبقوا هذه الطريقه هذه وتعاونكم ان شاء الله في الخدمه. علاش لا؟ وبالنسبه للمخده اللي كما سبق قلت لكم هذه راه كتساعد بزاف في الخدمه ديال المكرامي، في الخدمه ديال هكا السبيطه. وان شاء الله يا ربي في الفيديو ديال اليوم يفيدكم، وما تنسونيش بالاشتراك وباللايك وشكرا على المشاهدة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.